طيب، في بداية هذه الحلقة مشاهدينا بالتأكيد نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات لمقام ولي العهد وعراب الرؤية وملهم الشباب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء. نسأل الله له السداد والتوفيق، واثقين بأن القادم أجمل وأعظم بإذن الله، وأن طريقا طويلا من النجاح سيكون هو المستقبل. قايد وشعب همته همت طويت وعدى على نجم الجدي والثريا، لا تحسدونه يا عموم المخالي. نتعلفهم ودهم بنيا، قايد وشعب همته همت طويت وعدى على نجم الجدي والثريا، لا تحسدونا يا عموم المخالي. حيث تعلى فوق وانتم هنايا، برؤيتنا نادى إلى المجد هيا. محبتك يا سيدي فالمعالي، في قلب شعبك يا كريم المحيا. فتح لنا كل الدروب المغالي، وبرؤيتنا نادى إلى المجد هيا. محبتك يا سيدي فالمعالي، في قلب شعبك يا كريم المحايا. قايد وشعب مهمته أهمت طويل وعدى على نجم الجدي والثريا، لا تحسدونا يا شواهك. لك همة دايم تهمل عليا، والناس تدعي لك بحسن التوافيك، بقلوبها من قبل رفع اليدي. يا نادرة اللي مسكنه كف الشواهك، لك همة دايم تهمل عليا. بكل الموافي هذا عهد يا القرن غير الحمية. قايد وشعب مهمته همت طويل وعدى على نجم الجديد